صباح الخير. كسل، كسل الجمال والطبيعة الساحرة، كسل الإنسان. زي ما معروف عن ولاية كسلة إنها هي المصدر الأول للمبدعين والشعراء للسودان، المكتبة والثقافة السودانية، المكتبة الثقافية السودانية، سواء كان في مجالات الفن والشعر والغناء والثقافة. كسلة واحدة من المدن التاريخية الجميلة اللي بتعتبر بوتقة للنسيج الاجتماعي السكاني السوداني. هاجر لولاية كسلة ومدينة كسلة الجميلة عدد كبير من السودانيين من شتى بقاع السودان. تعتبر كسلة أيضا ملتقى ثقافي ورياضي كبير جدا، حيث يجتمع أهلها والمهتمين بالشأن الرياضي والثقافي في مدينة كسلة صباحا ومساء في القهوة دي في قلب المدينة، والتي تعتبر متنفس لمثقفين ومبدعين والمهتمين بالشأن العام في مدينة كسلة. نحن الليلة في قهوة الرياضيين العريقة والمشهورة والمعروفة لدى سكان المدينة والزائرون أيضا، في ضيافة اثنين من الشباب، أو واحد شاب وثاني عمنا، من المهتمين جدا بالشأن الرياضي وبالشؤون المختلفة في مدينة كسل، الأستاذ معتز أحمد سليمان وعمنا بريمة الهلالابي. وعمنا بريمة ده من مشجعين الهلال المتعصبين جدا جدا، معتز برضه هلالابي، وده صدفة سبحان الله يعني ما مخطط لها، باعتبار إنه القناة اللي هتبث فيها البرنامج كانت في يوم من الأيام هي قناة رياضية وقناة الهلال. أهلا وسهلا أستاذ معتز، مرحبا بك، صباح الخير. مرحبا بك ومرحبا بكل الطاقم الفني في قناة البلد. معتز أحمد سليمان أحمد الخير، النشأة كسل الختمية القديمة، ومن الرواد منتقى الرياضيين. مرحبا بكم في كسل ومرحبا بكم في منتقى الرياضيين في كسل. أهلا وسهلا، أهلا بيك عمنا بريمة الهلالي. مرحبا بكم، السلام عليكم، إن شاء الله زيارتكم تكون معانا مساحة خير، ومعاكم العمكم آدم عبد الله بريمة الهلالابي. من أساسا أنا من كردفان، وعلى حسب ما كسل هي عجبتني ونستني أهلي، يعني هسه قريب 32 سنة أنا ساكن جوا كسل هنا، وناس كسل كلهم ناس والله ناس طيبين، وناس الزول من أي بلد بيجي بيعيش معهم تاني ما بيطلع منهم، ما بيطلع منك أنا من الغنى بتاعت كسل. ها تشرب سكر كثير يا عيمة؟ سكر كثير، سكر كثير لازم كويس. وحيد ها؟ لا لا ما خايفين، نحن طبعا ناس رياضيين بتاع السكر ما 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 بيجينا اي حاجه بتاع. في وجدان شعبها او في ذاكره ناسا عباره عن شنو؟ والله انا افتكر انه كسل طبيعه كسل، كسل الجبل وكسل الختميه وكسل التوتيل وكسل السيد الحسن. انا افتكر انه كل المغامرات بتاعت الجمال دي هي شكلت وجدان كله كسلابي، لذلك لم يكن صدفة انه كثير من المبدعين طلعوا من كسلة. افتكر انه طبيعة المنطقة جزء اساسي في انها شكلت وجدان كل المبدعين طلعوا من كسلة. كسلة في وجدانك يا عم بريمة وانت يعني قادم من خارج المدينة؟ انا بسألك، انا بسألك سؤال، انت كسلة رأيك فيها شنو؟ جيت لك يومين جميلة طبعا وحبيتها شديد. انا كمان اضرب منك 100%، على حبك لكسلة. انا كمان حبي لكسلة كم 40 سنة ده كنت عايش في كسلة، وكسلة دي يعني أي زول الصغير والكبير القايم الليلة ده بيعرف أمك بريمة ده على حسب طيبتي معاهم وطيبة كسلة ورفاهيتها، وناس كلهم طيبين وناس كويسين وما عندنا ما عندهم. أجابك من كردفان يعني الرحلة الطويلة دي من والله كردفان لكسلة ظروف عسكرية. كنت عسكري؟ أي. يا سلام، كنت جندت في الجيش ومن المدرعات جيت كسلة هنا كويس، وعشت في كسلة هنا وخليت العسكرية وعشت في البلد دي هنا. قصة حب في كسلة؟ حب بنات حلوات كسلة، بنات طيبات، ناس طيبين. أي زول اللي بيجي من آخر البلد يجي يشوف بنات كسلة، يشوف ناس كسلة، بس قبل بركلس قبل. وإنت ركلست الركلس اللي أنا ركلست قبلي. يا سلام يا سلام. معتز، صدرت كسلة للسودان يعني عدد كبير من المبدعين في شتى المجالات، في الشعر وفي الغنى وفي الرياضة. الجاذب شنو في كسلة؟ أو السر شنو اللي بيخلي أهل كسلة بهذا القدر من الإبداع؟ يعني يمكن أنا إذا ذكرت لك كسلة الجبال وكسلة السواقي،
كسل القش طبيعة أخي كسلة جميلة جدا جدا، لكن ده ممكن يكون جزء من سبب أساسي إنه إذا جيتي أسئلة في منطقة الرياضيين يمكن عينتي بنظر عامة. كسل عبارة عن خليط من عدة أجناس، كسلة فيها دندو وفيها بني عامر، فيها نوبة، فيها شماليين، فيها جنوبيين، يعني فيها بديرية زينا كده، عبارة عن سودان مصغر. يعني طبيعة المنطقة أصلا أو الطبيعة التجارية والطبيعة الزراعية ويمكن والحامية العسكرية خلت في خليط متجانس من كثير من القبائل، افتكر هم عايشين في وتصاهر ويمكن يعني بقت في مصاهر وفي دم وفي يعني كثير من الحاجات الممكن خلت انه الخليط، يعني رغم المشاكل يمكن ظهرت في الآونة الأخيرة دي، لكن افتكر انه الناس قدرت تتجاوزها لأنه أصلا طبيعة الإنسان هنا طيب بطبعه. يعني احنا افتكر احنا حاليا يمكن الوضع في السودان ده، اذا تخيلي ان كسل دي منطقه برا السودان، يعني الناس قادره تعايش رغم الظروف الاقتصاديه المحبطه جدا جدا، لكن هو الناس المهمه الحياه بتمشي، والناس نتمنى انه ربنا يصلح حال السودان وكل الولايات في السودان تحصل على كسل انها تحاول تعيش وتتجاوز المحنه دي بترابط الناس وبترابط المجتمع وبترابط القبائل الموجوده فيه. نعم، مع انه يا معتز يعني كسل دي هي عباره عن مزار سياحي لكل اهل السودان، يعني احنا من صغار بنسمع الناس بيمشوا شهر العسل في كسلة، الإجازات بيمشوا كسلة بطبيعة اللي أنت ذكرتها وبواقع الجميل وكده، لكن أنت في نص كلامك ذكرت المشاكل اللي حصلت أخيرا في كسلة، يعني هزت الشعب السوداني وهزت ودانه لأنه دي حاجة ما معهودة على أهل المدينة دي، يعني ممكن تكون أسباب شنو؟ والله أنا بقول يمكن الأسباب الضيقة الاقتصادية الأخيرة دي يمكن تكون من الأسباب. أنا في رأيي إذا توفر المال يمكن تقبس بأن الحياة سهلة جدا جدا. جزء من المشاكل بتاعتنا إحنا الضيقة الاقتصادية حاليا اللي بنعيشها، أنا بقول يعني إحنا حتى كسودانيين ما قادرين نسوق لبضاعتنا بصورة جيدة. كسلة بلد جاذبة جدا جدا وبلد من أجمل المدن في السودان، لكن إحنا حتى إعلامنا تسويقه ضعيف جدا للجمال الموجود في كسلة. يعني جمال طبيعي ما محتاج كثير من الإضافات. يعني أنت إذا زرت أسيت توتيل، زرت القاي، زرت السواقي، نحن عندنا جمال طبيعي، يعني عندنا مناطق جميله جدا، لكن انا بقول احنا اعلامنا وتسويقه ضعيف جدا جدا، محتاجين اعاده صياغه للاعلام والاهتمام. يعني في بعض البلدان اللي حولنا يعني ما عندها مناطق ذاتها، لكن تسويقها جيد لحاجات وتسويقها جيد لمنتجات الاعلاميه. يجب ان احنا لابد في فتره، يعني نتمنى ان ربنا يصلح حال البلد والناس تسوق لبضاعتها بصوره جيده، ونفتكر كسلة ممكن السياحه ممكن تدخل دخل كبير جدا جدا يساعد في تطوير كثير من المدينه ذاته ويحل على الاقل حل ازمه الخدمات. لا يعني انا بتكلم عن الخدمات، كسلة تعاني من الخدمات داخل المدينه. يمكن يعني انا من الحاجات المحزنه انه سوق كسل المدينه حاليا سوق سيء جدا جدا، يفتقد للتنظيم، يفتقد لكثير من الحاجات اللي افتكر الناس تجاوزتها. ممكن يعني احنا محتاجين السائح ده الأمني يجي يلقى سوق نظيف، يجي يسوق بصورة جيدة، يلقى شوارع مؤهلة. عشان كده ما أقول أن إحنا ربنا يعني يصلح الحالة الاقتصادية دي ويتم تأهيل لشوارع المدينة، لأن المناطق السياحية جاذبة وكثيرة جدا جدا، ويعني ممكن إحنا نحقق بها طفرة كبيرة جدا اقتصادية تساعد يعني كثير طفرة لإنسان المدينة، لإنسان الولاية اللي بيعاني الأمرين. يعني نفتكر كسلة حاليا ممكن نقول يعني مستوى دون الوصف غالبية، هنا الناس كانت بتعتمد على الزراعة وبتعتمد على بعض المهن الحامشية، حاليا ذاته يعني حتى الزراعة يعني بقت ما مغطية صورة جيدة. وكل التقينا المزارعين والله في عدد من المناطق في برا كسلة وفي ولاية القضارف اشتكوا شديد من الموسم الزراعي وانه مدخلات الانتاج الزراعي مدخلات بلد تعاني بالشكل في الجازلين، تعاني في قطع الغيار، في كثير من هنا. أنا أفتكر إنه الزراعة دي هي قلب العالم وقلب السودان. نحن إذا اهتمينا بالزراعة ممكن أنا يعني ما محتاجين لأي مدخل ثاني. يعني نحن هسه حالياً المنتج، يعني أنا استغرب أن نحن في كسلة خشي المناطق، يعني بنلقى البرتقال والجرين والمصري جودة سيئة وسعر أعلى. سعر أعلى، ونحن هنا أرض خصبة يعني. أنا بقول ذاته يعني أنا بقول التسويق من المستهلك، يعني نحن السواقي هنا يصل من المستهلك يصل هنا للسوق بسعر اعلى من السعر اللي بيجينا احنا من مصر شاقي وغالبته مهرب والدوله ما مستفيد منه. احنا نقول محتاجين لوقف، محتاجين لتصحيح، محتاجين لروح وطنيه
انه نحن الشباب حتى الموجودين نتعامل بنوع من الجديه. صحيح. عم بريما الجاذب شنو في كسلة اللي بخليها او سر اهتمام اهل كسلة بالرياضه يعني اللي بخليها تصدر العدد الكبير ده جدا من الرياضيين؟ الناس كسلة لانه جاذبين بالرياضه ورياضتهم هم. لما طبعا الناس كسلة دي كل كان زمان الانديه كلها وكل الرياضيين وكل اللعيبه القدام كانوا بكسلة دي. فيعني انت كان جيت مثلا لمدينه كسلة وجيت عاينت عليها بتشوف كسلة دي هي بلد ما فيها كلام. يعني هسه انتوا على حسب زيارتكم السمحة وزيارتكم اللطيف والسمحة دي عايزينكم تمشوا تمروا تشوفوا السواقي سواقي سواقي تروش بتاع الكسلة دي تلفوا تشوفوا كسلة وتعرفوا تشوفوا كلام امكم بريمة ده كسلة دي هي سمحة ولا ما سمحة. وبنقعد زي قاعدة تقضي عن بريمة ها كان قعدنا زي قاعدة تقضي وكان قعدنا شوف السواق لا تقعدي خلاص ما تقعدي تقعد كما عندك عريس تشوف ليك عريس تقدم ينزل زواج ناس السواقي ديل كويسين عندهم محل بتاعته تكون تسكن ينزل يا سلام بليك. يا سلام يا سلام عليكم ان شاء الله. الشعر والابداع في حاجه واحده كمان انا داركم توصلوها لامك شبشه. امك شبشه تعرفي؟ ابدا. امك شبشه في نادي الهلال. انا ما عندي علاقه بالكوره يا عم بريم انا زول بتاع السياسه وبتاع الحوارات زي دي سايق. ما هي القناه دي ما بتذيع وبتسلفش حسا اولادكم معاكم ده كله ما بعرفه عمك شبشه بعرفه عمك شبشه توصل رسالتك طوالي عبر برنامج وعد وامنيات عمك شبشه عمك بريمه بيسلم عليك كثير السلام وبتمنى لك العافيه والصحه ولا انا دار اشوف يا سلام يا عم شبشه لو انت بتشاهدنا يعني عمك بريمه بيبلغك تحيات واشواقه من كسلة وقال نفسه يشوفك. عمي بريمه ليه الكوره في السودان اتدهورت؟ شايف الناس بيتكلموا بيقولوا الكوره اتدهورت وزعلانين خالص بعد كل مباراه الشباب بيكونوا زعلانين نحن في السوشيال ميديا وفي الاعلام الجديد بنشوف الحاجه دي. اديك كلام بالواضح كده الحياه هي ذاتها الحياه ذاتها دي قد يعني الاقتصاد ذاته تغير والكوره زمان الناس بيلعبوها اللاعب دي بيشوت ودي تسجله بس على حسب الشعار. هسه الحياه بقت صعبه والكرة الدهورة إذا أنت ما عندك إمكانية ما عندك أي حاجة ما عندك بتاع ما الكرة ما بتمشي. ففي رجال أعمال كتار قاعدين يصرفوا على الأندية. رجال أعمال كتار يعني شوف بالأسف يعني نحن ما قدرنا نتدخل في حاجات زي ده لكن الإدارات تلقاهم ده كده انصدموا كده في كلام كده وكلام ما مفهوم وكده وده كده وده كده. هسه لو لاحظت الاتحاد المحلي الاتحاد العام ده يعني في مشكلة بين ناس شداد وبين ما بعرف ومنون دي اثرت على الاداء الرياضي دي 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 الطريقه الاثرت ان احنا على الرياضه بتاعتنا. نحن كان زمان كم 70 والله المصريين ديل الشمس حيه نحن نغلبهم 3-4 هسه بيجوا يعني سيطروا علينا ويغلبونا وكرتهم اتطورت. يعني نحن ان بقينا مسكنا عليه نفسنا ده كويس وبقينا وطنيين. يعني انا مثلا اداري في نادي الهلال ده اداري كان معي فات قضى فترته ومشى وانا استمريت. انا يعني هو ما دايرني انا نستمر او نشتغل عشان انا دار تاني يجي في محلي ويشتغل وبتاع وكده في مشاكلنا دي بتحصل. ده انت ما سالتني قلت التدهور بتاع الكوره في السودان ده هو ده الحاصل. يعني كوره نحن بنلعب كوره المشكله شنو يعني هل الدوله ما مهتمه بالكوره بالرياضه يعني مع انه نحن شايفين كبار قيادات الدوله هم رياضيين وبيهتموا بالرياضه وسامعينهم بيصرحوا في الاعلام يعني ما يفتكر انه في دوله قاعده تدعم لا رياضه. يعني احنا معلش يعني الاساسيات تحت الحياه اصلا الدوله ما قاعده تدعمها. يعني احنا نتكلم نتمنى انه كلامي ده ما يتمنتج ان احنا الاساسيات هذه الحياه اصلا ما مدعومه. يقبى ان احنا عشان ندعم الرياضه او ندعم كره رياضيه عشان تمارس نشاطها يقبى نوع من في الوقت الحالي نوع من الخيال. يعني اصل الانديه حاليا اللي مستمره في المنافسه هي انديه عندها بعض مصادر الدخل الاخرى وعندها بعض الاقطاب وعندها بعض المغتربين ولكن بعد ده يعني احنا زي ما يقول شنو الظروف بقت ضاغطه. يعني اللي بيديك 6 مليون بعد شهر ما بيديك هنا. يبقى لابد اي نادي يحاول يكوس مصادر دخل يعمل تم. يعني انا بتكلم مثلا عن ايثوتير احنا عندنا بعض يعني بعض الاستثمارات الصغيره بنحاول نطورها نحاول نطوروا بقى النادي عشان نحاول نقدر نستمر لان الوضع اذا استمر بحاله ده ما في نادي بيقدر يستمر. يعني احنا بنهتم بالكوره مش لانه اصلا المردود يعني العائد بتاعها ضعيف جدا جدا لكن افتكر انه الرياضه والانديه حاليا في ظل المهددات الموجوده في السودان قاعد تخلق ارتباط الشباب الموجودين في الاحياء. يعني احنا هنا الانديه اغلبها انديه بتاعت مناطق. يعني احنا تعرفنا لاعبين نجي نجي الميسه نلقى الاولاد دي قاعدين جوا النادي وموجودين
محفوظين من المهددات الثانيه. ما خل ما نحب نتكلم عن اللهو عن اللعب بتاع الكشاكين، لكن ممارسه النشاط والرياضه الشباب في طاقه خلاقه جدا جدا، محتاجين الطاقه دي انها تتفرغ في ما ينفع الناس. تهديدات خطيره جدا جدا، في انتشار رهيب للمخدرات، في انتشار يعني كل المهددات، يعني مخدرات بصوره كبيره جدا جدا، مخدرات منتشره جدا في السودان. في ظل غياب الوعي للشباب محتاجين يهتموا بالرياضه اكثر عشان الطاقات اللي بتاعت الشباب المهدره دي نحاول نعافي الرياضه. يعني ما ربنا يحفظ الشباب، ربنا يحفظ البلد. من بريما امنياتك شنو؟ أمنياتي أنا عندي بس عندي سؤال واحد، أستاذ تقدموا لي مع إذاعتكم الكريمة دي. نحن عندنا في الاتحاد بتاع كسلة هنا، الاتحاد الآن هنا مدينا عقوبة. عقوبة؟ موقف النشاط بتاعنا. ليه سويت شنو؟ في اختلافات كده بسيطة، ما أنا طرحت عليكي، يعني درت قصتي وأدوها لهم قدام، بيحاولوا يخفوا مننا العقوبة دي، ونحن ناس كسلة دي كلنا بنحب الرياضة وبتاع، رسالتي دي توصلوها لهم. إن شاء الله توصل. محاكمين نحن هسه محاصرين، ما قاعدين نمثل برا، ما قاعدين بتاع، حكمونا لشيء معين كده هم بيعرفوا. ربنا يعني يصلح. فهسه جاء اتحاد جديد، ونتمنى من اذاعتكم دي توصلوهم الرساله دي، يحاولوا يخفوا منها العقوبه من مدينه كسلة الوريفه. ان شاء الله ربنا يصلح الحال. امنياتك شنو يا عم ابراهيم؟ امنياتي بس تكونوا انتم سعيدين، وتكونوا طيبين، وتكونوا كويسين. وانا دار احدي ليكي مثلا اغنيه كده صغيره كده عشان تدردشي بيها، تمشي بيها قدام، وان شاء الله تكوني تنبسطي. اي يعني الاغنيه هي نقول الما بيحنوا نهوني منه، الما بيحنوا نهوني منه، الزول ده سافر ما بيحنوا، ويا الناس على مشقايا بريد وريدة علي شديدة، بريد وريدة علي شديدة، ريت الغزالة ولي وليدة، يا ناس على مشقايا. يا سلام يا سلام يا عم بريمة على الإبداع. والله أن يستمر الإبداع في كسلة، كسلة إسحاق الحلنقي، كسلة عبد الوهاب هلاي، وكسلة كجراي، كسل هاشم كجر، وكسل مهند الطاهر، وفيصل موسى، وكثير من المبدعين في من كسل. نتمنى انه اللي صلح الحال نكون يعني في وضع افضل عشان يستمر الابداع في كسل، وان شاء الله احنا نتجاوز كل المحن الحاليه الموجوده وكل الظروف الاقتصاديه دي، ونوعد الناس انه كسل حتستمر في العطاء ان شاء الله. وكسل هي من بعد النجوم، وانا افتكر اي ابداع ما جاي من كسل، معلش ما تحيز لكسل يقبل ما عنده معنى، عشان كده لابد يستمر الابداع في كسلة، ويستمر الابداع. ومرحب بكم، مرحب بكم في كسلة. شكرا شكرا عم ابراهيم الهلالابي، الله يبارك فيك، الرجل الجميل يعني صاحب المزاج الرايق. اشوفه زي ما عاوز انا، اشوفه ان شاء الله، اشوفه في احسن حالات. امين يا رب. ونتمنى لو بتتزوج العرس تعزميني انا وسعد نجي تقعد في الحفل، واغني لكم كركابه كده، وتكوني فرحانه ان شاء الله. شكرا يا عم ابراهيم، الله يكرمك. ان شاء الله يا استاذ، شكرا لك كثير. وأمنياتي أنا أن يعم الأمن والاستقرار في شرق السودان، وربنا يحفظ عم بريمة ويخليه لنا. ما دوامة الله يا الدنيا ما دوامة، وماما ما دوامة الله يا الدنيا ما دوامة، يا سيسة بان الروكة الله، سيسة بان الروكة أمشار ما بروكة، ويا صفير الحفلة لك مبروكة. ما دوامة الله يا الدنيا ما دوامة، بركبهم كركابة أنا بدل بمروابة، بركبهم كركابة أه الله هاي بدل بمروابة، عمي هيدن طاين دابا أجنني وجنن العذابة. وما دوامة الله يا الدنيا ما دوامة، أدوكي للحدادي والله ده الحدادي ما يسواكي، الحدادي ما يسواكي يا ولملم حديد جاكي يا، أدوكي للسكاري برضو ده السكاري ما بيسواكي، السكاري ما بيسواكي إلا سبدي نجاكي، يدوكي ليني ميري حالاتي ودر فريق جاكي. وماما دوامة الله يا دنيا ما دوامة، يا دنيا ما تنقدري انت، الدنيا ما تنقدري يا دنيا ما تنقدري الله، يا دنيا ما تنقدري الدنيا ما تنقدري، سال السجل تلقدري، شال السجل تلقدري، في المنام دموعي بلن سدري،
ماما ما دوام الله يا الدنيا ما دوام لا 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 على طعم القهوة الكسلاوية اللطيفة صباحا بتستمر جولتنا في قلب مدينة كسلا وفي سوق كسلا العريق. نحن مع صاحب أكبر وأشهر مقهى في كسلا والذي يعتبر منتدى ثقافي واجتماعي لأهل هذه المدينة، يجمع جميع أطيافها صباحا ومساء للتفاكر والتداول في شؤون المدينة وأحاديث مجالس المدينة. عمنا محمود محمد أحمد صاحب قهوة وملتقى الرياضيين والمبدعين في ولاية كسلا، أهلا وسهلا عم محمود. أهلا بك. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. عم محمود، أنت عملت القهوة دي متين؟ 67 تقريبا يعني. 67؟ أي، لكن ما كنت في المحل ده، كنت في السوق هناك جوا سوق الحدادين. بعدين لما اتكسر السوق رحلت بجاي سوق الورانا ده، وواصلت لغاية الليلة أنا مواصل فيها يعني. محتفظت بالقهوة دي السنين الطويلة دي كلها؟ احتفظت بالقهوة سنين طويلة؟ يعني عدد من الناس غيروا أنشطتهم التجارية. والله ناس كثيرة كانت ناس رياضيين بتاع كورة، لكن أغلبيتهم يعني الله يرحمه ويغفر لهم يعني توفوا. يعني كان يعني من ضمنهم هسه موجود واحد نفر بس يعني جلال الرباطابي معايا طغت كده، والباقي دول يعني كلهم يعني ما ناس الكورة يجوا وده يمشي وده يجي، لكن أغلبية رغم أنه الكورة جاتها في السودان طبعا ما دي زمان يعني انتهى الشبه كده يعني. والحمد لله. عم محمود، نحن عرفنا انه القهوه دي هي ملتقى ضم ناس كتار ولما ناس كتار، وفي شخصيات معروفه دبلوماسيين وسياسيين ورجال دوله ومشاهير كانوا من رواد هذا المقهى. يعني ابرز الشخصيات اللي زارت المقهى ده شنو؟ والله كثيره يعني ما بتذكر، يعني ما بتذكر اقول لك فلان وبرازيل، يعني من ناس البلد وغير البلد وناس يعني من الخرطوم جو ورياضيين وكسلا وكلهم يعني ناس بيجي ياخذ ايامه وكذا ويمشوا يعني يجي ويمشوا ويجي، الواحد ما بقدر يحفظ يعني. القهوه دي عباره عن ملتقى لاهل مدينه كسلا، يعني قدمت شنو للمجتمع الكسلاوي؟ ايوه كسلاوي طبعا، ولا ما فوق الكلام يعني، كلهم يجوا يتونسوا مع بعض، الايام يشوفوا العرس كان في بكا يمشوا له، إذا في إرس بمشوا له ويتلموا المجموعة كده وبتاع ولا يمشوا يعني حاجة عادية يعني، دي الناس الأخوان دي كأنه بيت واحد يعني. أنت يا عم محمود واحد من قيادات المدينة ومن أعيانها ومن الشخصيات المعروفة والمؤثرة في المدينة دي، في المشاكل اللي حصلت مؤخرا في كسلا، ليه ما قدرتوا يعني تحلوها بالعرف القديم وبالشكل القديم والمحبة بين أهل كسلا؟ اللي حصل شنو اللي خلى أهل كسلا تشاكلوا مع بعض؟ والله دي مشاكل فتن يعني، بتاع ناس يعني، ما فتن ما أكثر من كده يعني، ناس طبعا يعني جهل أكثر من الناس الفاهمين يعني. الواحد يقولوا الناس يهردوهم ويقولوهم أنتوا سووا كده وسووا كده، لكن في النهاية يعني هم كلهم ناس واحد يعني، ما فيهم يعني حتى أنه هم قبائل، ده دي القبيلة كده وده القبيلة كده، ولكن برضو يعني في النهاية هم واحد يعني، يعني في النهاية هم واحد يعني، ما فيهم كده قبيلة وقبيلة. هنا أنا أعرف القبائل كثيرة، أنا أعرف البلد ده وكلنا قاعدين مع بعض يعني، ما في شخص كده ينقوه يقول له فلان كده ولا فلان كده ولا فلان، كلنا قاعد. أمنياتك شنو يا عم محمود؟ لا أمنياتي أنه يعني اتفقوا الناس مع بعض يعني، ما أكثر من كده يعني، الناس تكون جميلة مع بعض يكونوا انتهينوا مع بعض. شكرا يا عم محمود. الله يبارك. شكرا لك كثير على القهوه الجميله المعموله في قهوتك وعلى الصباحيه الجميله. الله يبارك. وامنياتي انا ان يعم الامن والاستقرار في شرق السودان.